كابتن اختلف بس فضل. في موضوع بن شرقي وطارق حامد، كل اللعيبه دي عبد الله هم ما كانوش عايزين يجددوا في نادي الزمالك، لان هم جالهم عروض اعلى. لا لا لا. من اللعيبه دي يا حسن، بص اقول لك على حاجه، يعني لما يجي الواحد بن شرقي 2 مليون دولار مين هيدفع 2 مليون دولار؟ حسن بص انا بكلمك عن كلام، ما ينفعش مش هينفع ان انا اقول الكلام ده على اللي هو بمعنى صح. لا اللعيبه دي اتحط لها ارقام وفي حاجات ما كانتش يعني مش هتناسب اللعيبه. انا بقول لك لا اللعيبه قعدت واللعيبه كانت مقتنعه، بس في حاجات مش هنقولها دلوقتي. انا بقول لك لا اللعيبه قعدت. انا مش مقتنع صراحه، لان هم في الاخر زي امام راح بعد الماتش. بس اقول لك حاجه تخلص الحكايه دي، قول انا قاعد بن شرقي وما جيبش ابراهيم رضاي وسامسون اكينو بالظبط. يعني لو الاثنين دول تمنهم اللي هياخدوا بن شرقي. كريم انا اقول لك على حاجه، معلش قبل انا بقول لك مثلا، يعني اقول لك طبعا الاداره عندها كواليس اكتر. ابراهيم رضاي بياخد كام وسامسون بياخد كام؟ اقول حاجه بس، اقول حاجه ده بياخد 1,200,000 وده بياخد نفس الرقم. اقول حاجه بس، يبقى معنى كده ان انت عليت السقف خالص. انت عليت اللعيب بياخد 2 مليون دولار في الموسم، يعني هياخد لو مضى 3 سنين 6 مليون دولار. دي عندك حق فيها، انت كده بتعلي ان انت كمان هتبوظ هتبوظ انت بتبوظ اوضه اللبس. دي عندك خليها بس نتكلم. بس انا بضحي مع 5 يقدروا يشيلوا لي كيان فرقه، يزقوا لي 2-3-4. لا 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 هي كده لسه. احنا هقول لك على حاجه، انت بترجع في كلمتك عبد الله. لا انا ما برجعش. انت قلت تجديد عقد زيزو بوظ اوضه اللبس يا ابني. ماشي ده انت تجديد في تجديد عقد زيزو مع مين؟ مع مين؟ معلش يا حسن، مع مين؟ مع مين؟ مين اللي يزعل؟ اللي يزعل ياكل من تحت رجلي. انا اسف، ده نادي الزمالك. انا هسيبك تتكلم، انت بتتكلم على لعيبه صغيره. هتبص لزيزو اللي بقاله 3 سنين مكسر الدنيا. لا يا حسن خلينا نتكلم. تمام. زيزو تعب ولا ما تعبش؟ هو زيزو اول ما جه نادي الزمالك كان بياخد كام؟ كان بياخد الرقم ده ولا كان بياخد اقل؟ كان بياخد اقل. تمام. يبقى انا تعبت واشتغلت على نفسي بشكل كويس لحد ما وصلت اللي انا عايزه. اتفضل. اللي انا عايز اقول لك بقى، اللعيبه اللي انت قلت عليها بن شرقي وفرجان ساسي وطارق حامد، جابوا بطوله لنادي الزمالك، بطوله افريقيه. جابوا كونفدراليه. ايه الكونفدراليه ده؟ يلا انت هتهزر ولا ايه؟ مش هي مش بطوله يا يا مش بطوله. والله اللعيب بص هقول لك على حاجه، مش بطوله. هقول لك بس لا كانوا لغوها بقى. بس نتكلم الفرقه ديت اللي انت بتتكلم. انا كنت بقعد اقول فريق الزمالك من احسن فرقه كانت موجوده في الدوري في الفتره ديت مع المدرب. لعب نهائي افريقيا مع نادي الاهلي وكان قاب قوسين او ادى ياخد البطوله. انا المشكله لما تلعب نهائي النادي الاهلي يا حبيب قلبي. يا حبيب قلبي انت بتقول لي خدوا بطوله افريقيا. لازم تاخد خمسه دوري سته دوري. طب ما اللعيبه دي خدت سنتين على التوالي دوري. فلوس كتيره، ارقام كبيره، وما بتعمليش حاجه. اللعيبه دي خدت سنتين على التوالي دوري، خدوا كونفدراليه، لعبوا نهائي دوري ابطال افريقيا، كانوا الاقرب في وقت ما كان ممكن يكسب. اتفقنا واختلفنا. كابتن حسن شرفت ونورت الدنيا. شكرا كالعاده. يعني كابتن عبد الله شرفت. حبيبي يا كريم، كل سنه وانت طيب.